بيعرفوا انه هي عملية تحدد، تجعل الطبيب او المتخصص يعرف مكان المرض، ولكن هذا الامر يحتاج الى متخصص. عندي ان هو بياخده بيخف الم لمده معينه، لكن ما بيبقاش شافي يعني مده اطول، يعني المده الزمنيه يعني زي مضاد حيوي كده او حاجه. ممكن تسكن الم العمود الفقري، ممكن اسبوع ممكن شهر على حسب يعني. اللي هو ممكن يعني لو في عمليه في العمود الفقري ممكن بدل العمليه بنعمل حكايه الحقن، ده اللي سمعته عنها او اعرفه. دي امور ما لهاش الا في بيعملوها بناء على الاشعه الالتراسونيك والاو دي، وبيعملوا نوع من انواع التقييم في لما يبقى الالم مزمن. اهم شيء الاختراع في الموضوع ده البحث عن اذا كان هناك في امراض سرطانيه حميديه او خبيثه. بتحافظ على سلامه الظهر من بضعه اسابيع لعده اشهر، وتخفيف الالم في الظهر. ان العمود الفقري هو عباره عن اشعه مثلا او حاجه بتحدد مكان الالام للدكتور عشان يقدر يشتغل على الشغل بتاعه ببساطه. بيعتبر انه بيحدد مكان الالم ويوصل له عشان يخففه.